فترة قريبة كنت في زيارة للأستاذ فريد الدين، ولقيت بسم الله ما شاء الله عنده مكتبة قد الاستوديو ده. المكتبة لقيت فيها أمهات الكتب، أي كتب تخطر على بال حضرتك في قانون، في الفن، في السياسة، في الاقتصاد، مش أي كتب، مراجع. المراجع تقريبا إيه اللي أنا شفته ده؟ شوف سيادتك، أنا في تقديري أن حياة المحامي هي الاطلاع ومتابعة كتب الفقه بصفة مستمرة. ليه الفقه؟ قانون يعني بدي ده لسه أنا بتكلم الفقه وأثني وأقول وأحكام القضاء، لأن الفقه ده بيؤسس لنظريات قانونية. القانون ده قانون بيحكم مجتمع، فالنظريات متغيرة، وقد تأتي نظرية جديدة، قد يأتي فكر جديد، قد لازم المحامي يكون مطلع على كل هذه الأمور، لأنه لما يكون مش مطلع ووقفت معلوماته عند حد معين يبقى اللهم إنه مش هيقدر يواكب المسيرة دي. نمرة اتنين، الثقافة العامة مطلوبة، لازم يقرأ في الأدب ويقرأ في الشعر. لا أستاذ فريد، حضرتك بتكلمتني عن نشر في جورنال كذا يوم كذا، وقعدت تدور طلعت الجورنال بالتاريخ. ده في الأرشفة. ده علشان أنا في حاجات مهتم بيها، وخصوصا التي تتعلق بالقضاء المصري دي انا عامل لها ارشيف خاص عندي، وما يرتبط بها يعني الاحداث اللي مرت بالقضاء المصري ابتداء من اول محنه سنه 1954 الى 1969 إلى يومنا هذا. هذا التاريخ كله موثق عندي بالوثائق والمستندات، لأن أنا مهتم جدا. هتكتب مذكرات؟ والله نفسي. أنت سيادتك كنت بتسألني بتقولي بتعمل إيه في رمضان؟ ده رابع رمضان يأتي علي وأنا لا عمل لي في رمضان سوى إن أنا بشتغل ليل ونهار. ليل ونهار. أنا بشتغل باستمرار رغم إن أنا كبرت في السن. ورغم ان طاقتي ما بقتش. لا لا ما شاء الله، يعني الناس اللي بتسمع ده كل ده ابويا. لكن الحقيقه انا بقول لسيادتك، وعشان كده انا ما كنتش بقول لسيادتك الكتب. طبعا في جزء كبير جدا من هذه الكتب والمراجع الكبرى وامهات الكتب خاصه في الفترة. هل لو مش قادر تكتب تسجل الكلام ده؟ ورثها عن ابويا. يعني انا وارث عن ابويا عدد كبير من الكتب الحقيقه يعني. لكن انا مساله ان انا ما اعرفش املي حد. لما كنت في النيابه زمان كنت املي، لا دلوقتي انا ما اعرفش غير اكتب بايدي لغايه يومنا هذا. الناس بيقول لك ده في حد بيكتب له، لا ما حدش بيكتب لي، انا اللي بكتب بخط ايدي بنفسي. انا شفت شفت أيوه. المذكره بكتب بخط ايدي. نعم. بكتب بخط ايدي، واخد بال حضرتك ازاي؟ الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لسيادتك انه ليا سيستم ونظام في حياتي. انا بصحى من النوم 5:30 صباحا كل يوم يوميا. بتنام امتى؟ انا عاده انام الساعه 11، لكن اذا حصل حتى اتاخرت الساعه البيولوجيه بتاعتي اترتبت تلقاني 5:30 صحيت. لما يكون بقى عندي شغل بكتبه 6 صباحا تلقيني قاعد على المكتب. احب انا اشتغل بالنهار، انا ما اعرفش اشتغل بالليل وما احبش الشغل بالليل ده. اتعودت اشتغل، والكلام اللي بيتكتب في الساعات الاولى من الصباح الروقان كده، ذهن صافي جميل، واحد نايم وصاحي. واحنا طلبه زمان كنا دايما نعمل الحكايه دي. هما ساعتين الصبح المفيدين فيهم الخير والبركه. فيهم الخير، هما دول برضه في الشغل فيهم الخير والبركه. وبقعد اشتغل لحد الساعه 2، اتغدى 2:30، انام بتاع 3، اصحى الساعه 5:30، اقعد من 6 لغايه 10 مساء. مين بيساعد حضرتك في قضاياك؟ أنا. شغلك أنا. يرتب لك ورق، يرتب لك القضايا؟ لا طبعا انا معايا مذكرات بقى. لا معايا واحد من ابنائي حاليا يعني موجود. انا طبعا ليا تلامذه كتير يعني، انما اللي قاعد يعني معايا وشبه مقيم معايا باستمرار الاستاذ مصطفى احمد المحامي. شاب كويس جدا ونابه وناجح وعقليته كويسه، وان شاء الله هيكون له مستقبل كويس، لان ده ربما يعني اقول لسيادتك هو الوحيد اللي بيبقى قاعد معايا في كثير من
اللحظات اللي بكتب فيها المذكرات بتاعتي. بحتاج اثناء الكتابه خصوصا القضايا الضخمه دي مثلا محضر معين او جزء معين في القضيه. يا مصطفى هات لي البتاع الفلانيه، على طول هو يعرف يطلعها. انا لو قمت اطلعها هقعد ساعتين، اولا عشان الحاجات مرصوصه وبتاع، ساعات اوطي على الارض، اوطي ما اعرفش اقوم تاني. مشكله يعني، انما هو ما شاء الله يعني نشط ونابه وعقليته كويسه. عقليته القانونيه تكونت بشكل جيد جدا ونشيط ودؤوب ومخلص.